بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم دكتورة ميرفت اسماعيل محمد، استاذ مساعد بكلية التربية جامعة عين شمس. هدي لحضراتكم نبذة مختصرة عن البحث المتقدمين به للمؤتمر، وهو بعنوان Synthesis Optical Properties and Impedance Spectroscopy of Sodium Chloride Doped Polyvinyl Alcohol as Noble Polymeric Electrolyte Films. الدراسات الحديثة بتركز على دراسة الإلكتريكال أند الأوبتيكال بروبرتيز أوف سوليد بوليمر إلكترولايتس، لأن ليها العديد من التطبيقات الهامة سواء في الإلكترونيك أند الأوبتيكال ديفايس. لأنه دراسة الإلكتريكال كوندكتيفيتي بتديني فكرة عن التشارج ترانسفيرد إن ذا سوليد بوليمر إلكترولايت، بينما دراسة الأوبتيكال بروبرتيز بيديني معلومات وفكرة عن الترانزيشن أو الإلكترونيك ترانزيشن من الفيلانس باند للكوندكشن باند. إضافة الفيلر للبولر بوليمرز خاصة بالإنورجانيك سولتس بيديني السوليد بوليمر إلكترولايتس. البوليمر اللي احنا مستخدمينه في البحث بتاعنا هو عبارة عن البوليفينايل الكهول البي في اي، وده بوليمر له العديد من الخصائص الفيزيائية مثل السوليوبيليتي ان ووتر، السيمي كوندكتور كريستال لاين، واللو كوندكتيفيتي. ومن الممكن تحسين خصائصه بإضافة الفيلر ليه، وهنا احنا اخترنا الصوديوم تلورايد as an inorganic tellurium compound، ووجدنا انه الدراسات اللي موجودة على البي في اي مع الصوديوم تلورايد عموما بتكون قليلة جدا للغاية. البريزنت ريسيرش تريند للبحث بتاعنا هي رقم واحد الاوبتيكال بروبرتيز اوف بوليمر سوليد بوليماريك الكترولايت، رقم 2 الليزر اتينيويشن ابليكيشن، رقم 3 الداي الكتريك بروبرتيز اند الاي سي كوندكتيفيتي. استخدمنا طريقه السوليوشن كاستنج ميثود لتحضير العينات بتاعتنا، وبتركيزات مختلفه تتراوح ما بين 1.1% ويت بيرسنت الى 17.8% ويت بيرسنت اوف الصوديوم تلورايد سولت. الاكس ار دي اناليسيز للسوليد بوليمر الكترولايت فيلمز، وجدنا انه البيك المميزه للبي في اي موجوده عند 19.37% درجه، ودي اللي بتوضح السيمي كريستالين ناتشر للبي في اي، ودي نتيجه لوجود الاو اتش جروب في المين تشين، ووجدنا ان قيمتها بتتغير تغير بسيط في السولت دوبد فيلم. بالاضافه الى البيك المميزة للبي في اي، وجدنا انه في التركيزات العالية من السولت وجدنا انه في بيكس اخرى وتعتبر شارب بيكس موجودة وهي مميزة للصوديوم تلورايد، وده بيوضح انه عملية الكومبلكسيشن حصلت في السوليد بوليمر الكترولايت محل الدراسة. الاناليسيز للاوبتيكال بروبرتيز درسناه من خلال الترانسميشن والابزوربشن، قياس الترانسميشن والابزوربشن. قسنا الترانسميشن والابزوربشن في المدى من 190 نانومتر الى 2500 نانومتر، ووجدنا انه البيور بي في اي الترانسميشن بتاعه تقريبا 85%، ووجدنا ان الترانسميشن بيقل مع زيادة السولت من 85% إلى حوالي 86% في التركيزات الأعلى اللي هي تقريبا 17.8% من صوديوم تلورايد، وده راجع نتيجة لتكون الهيدروجين بورن سواء كانت انترمولوكيولر أو انترامولوكيولر ما بين البي في اي تشين نتيجة لوجود الـ OH مع السولت محل الدراسة. أما بالنسبة للأبزوربانس فوجدنا أن قيمة الأبزوربانس بتزداد مع زيادة السولت أو concentration of السولت، ووجدنا أيضا أن الأبزوربشن باند والأبزوربشن ايج بتتحرك ناحية الويف لينس الأعلى. الأبزوربشن ايج وجدناه في البي في اي عند 248 نانومتر، بينما قيمته بتزداد ل 308 نانومتر في التركيزات الاعلى للسولت بتاعتنا.
وده نتيجة لتكون زي ما قلنا قبل كده الهيدروجين بوند، سواء كانت انتر أو انترمولوكيولار هيدروجين بوند، وده بيؤدي إلى إنه بيحصل تغير في الانرجي باند جاب بتاعتنا. وطبعا كده من الواضح إن الانرجي باند جاب هتقل مع زيادة السولت كونتنت. عشان أحصل على الايدج للابزوربشن باند درسنا العلاقه ما بين الفيرست ديريفاتيف للدي تي باي دي لامدا اجنست اللامدا، ووجدنا انه الفاليو بتاع البيك الماكسيمم بيك بتاعتنا بتتحرك ناحيه الويف لينث الاعلى، وايضا وجدنا انه الانرجي باند ايدج بتاعتي بقيمتها بتقل مع زياده السولت كونتنت، حيث ان قيمتها قلت من 5.4 الكترون فولت ل 4.4 الكترون فولت، بينما الماكسيمم بيك بتاعتي اللامدا ماكسيمم وجدنا ان قيمتها زادت من 228 ل 278 في التركيز الاعلى اللي هو 17.8، وده بيوضح انه الانرجي باند جاب هتقل مع زياده السلطه. لتعيين قيمة الانرجي باند جاب طبقنا معادلة توك اكويشن ورسمنا العلاقة ما بين الالفا اتش ميو السنوس مع الاتش ميو، ووجدنا ان الاي جي قيمتها بتقل مع زيادة السولت كونتنت، مع زيادة السولت كونتنت بتاعتنا، وده راجع للانكريز ان ذا دينستي اوف لوكاليزد ستيت، وده راجع ايضا نتيجة لتكوين نيو ليفلز ان ذا باند جاب بتسهل الترانزيشن للالكترون من الفالنس باند للكوندكشن باند. لحساب الاربخ انرجي تيل تم دراسة العلاقة المطبقة ورسمنا العلاقة ما بين اللين الفا وما بين الاتش ميو، ومن خلال ميل او مقلوب الميل قدرنا نحصل على الاتش ميو، ووجدنا ان الاتش ميو قيمته بتزداد مع زيادة السولت بتاعتنا، قيمته بتزداد مع زيادة السولت، قيمته بتزداد مع زيادة السولت، وده راجع لي أو بيعكس الـ disorder quotient and irregularities among the homo and lomo in the polymer. The optical limiting of sodium chloride doped BVA solid polymeric electrolyte films درسناها باستخدام ضوء الليزر اللي هو 532 نانومتر، وحسبنا النورماليزد باور من خلال قسمة الاوتبوت باور باي الانبوت باور، ووجدنا انه البيور بي في اي هاز اونلي ا سمول ليميتيشن فور ذا انسيدنت ليزر سورس، حيث ان قيمة النورماليزد باور كانت تقريبا 85% في للبيور بي في اي، بينما وجدنا ان القيمة بتاعتها بتقل مع زيادة نسبة السولت في السوليد بوليمر الكترولايتس، حيث ان قيمتها بتقل من 85% الى 4% بعد اضافة السولت. وده بيوضح ايه؟ بيوضح انه سامبل ويز هاي سولت ليفل هاز مور مولوكيولار بير يونت فوليوم، ودي بتعمل عملية واتنج للليزر بيم، وبالتالي بيمكن من استخدام العينات بتاعتنا في البيوميديكال ريسيرش ابلكيشن. الداي الكتريك بروبرتيز اند الاي سي كوندكتيفيتي درسناها من خلال علاقه الامبيدنس بتاعتنا، وعايزين نوضح انه كل القياسات اللي احنا قمنا بيها في المدى الفريكوانسي من 3 كيلو هرتز ل 10 ميجا هرتز، وكلها تمت في درجه حراره الغرفه، وان الكومبلكس امبيدنس تم تحليلها الى الريال امبيدنس والايماجينري امبيدنس، وتم حسابة الريال والايماجينري من خلال المعادلات اللي موجوده قدامنا. وجدنا انه الريال امبيدنس اللي هي دي داش رسمناها مع الفريكوانسي، وجدنا ان قيمتها بتقل مع زيادة الفريكوانسي، وايضا وجدنا انه قيمتها بتزداد مع زيادة السولت في العينات بتاعتنا، مع زيادة السولت. Reducing the real parts Z dash values of complex impedance as the frequency increases ده بيوضح انه الـ AC conductivity سوف تزداد مع زيادة الـ angular frequency.
الزيت دبل داش سبكترا بتوضح انه انا عندي سترونج بيك في اللور فريكوانسي، في اللور فريكوانسي في العينات بتاعتي محل الدراسه، وده بيوضح او بيميل الى انه ان انا من الممكن ان يكون عندي ريلاكسيشن بيك ات لو فريكوانسي، ومن الواضح انه الريلاكسيشن بيك مكانها بيتغير، البوزيشن بتاعها بيتغير مع تغير نسبة السولت اللي موجودة عندي في العين، وده بيعكس الفاستر ترانسفير اوف تشارجنج ديو تو ذا انكربوشن اوف الصوديوم كلورايد سولت في البي في اي ماتريكس. حسبنا الار بي والكيو للعينات بتاعتنا، ووجدنا ان الار بي في البدايه خالص بتقل عند التركيزات المنخفضه من بتزداد سوري من 1.13% ل 3.11%، وده بيؤدي الى زياده الكيو او بمعنى اصح السي بي اي للعينات بتاعتنا من 9.52% الى 2.1%، بينما في التركيزات الاعلى فوجدنا ان قيمه الار بي بتقل، وده بيؤدي الى زياده قيمه الكيو في العينات بتاعتنا في التركيزات الأعلى. الـ AC conductivity spectra against الـ frequency تم حسابها، ووجدنا انه الـ AC conductivity بيحصل لها زيادة بسيطة في الـ low frequency، بينما قيمتها بتزداد مع زيادة الـ frequency وايضا مع زيادة الـ doping. ليه؟ لانه at high frequency region the electron attain enough energy and the electron hop from one conducting site to another through small particle gap lead to an increase in sigma AC. السيجما اي سي وجدنا ان قيمتها بتتحسن باضافة السولت، وده راجع ليه انه بيحصل عندي انكريز في الموشن اوف تشارج كارير ثروز بوليمر، وانه بيكون نت وورك باث ان ذا الكترولايت فيلم ماتريكس. Thanks for you.